ضرب فريق اتحاد الجزائر عصفورين بحجر واحد بعدما عاد بفوز ثمين من المدية واعتلاء ريادة الترتيب مؤقتا، بينما عجز أبناء حموش على تحقيق أي فوز داخل الديار للمرة السابعة هذا الموسم. ربع ساعة كانت كافية للاتحاد من الوصول إلى شباك الأولمبي بعد خطأ فادح من الحارس خيتر في الخروج، تجد الكرة حامية العائد من عقوبة داخلية ليضعها في الشباك، وتشاء الصدف أن تكون هذه العودة أمام فريقه السابق لنشهد بعدها ضغطا كبيرا من زملاء عدادي، لكنهم اصطدموا بالحارس زماموش الذي كان في يومه ووقف أمام تسديدات عدادي أخطر لاعب من الأولمبي في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قام فيها المدرب حموش بتغييرات أتت بثمارها بعد الضغط الكبير على دفاع الاتحاد. البديل مفتاح يعرق المطراني أمام مرأى الحكم عاشوري الذي أعلن عن ضربة جزاء، كان ذلك في الدقيقة 65. ضربة الجزاء تولى تنفيذها عدادي، لكن زماموش على مرتين يرد الكرة، غير أن الثالثة كانت ثابتة من مطراني معدلا النتيجة. لتزيد جماهير المدية دعمها لفريقها، غير أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة. دخول إبارة من الاتحاد كان موفقا، ومن أول فرصة يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 78، هدف جاء مغاير لمجريات اللقاء ومن ركنية أخرى، ليعود أبناء التتر مرة أخرى للبحث عن التعديل لكن بدون جدوى. فعاد حامية مرة ثانية وسجل الهدف الثالث للاتحاد والثاني له في المباراة، في رد صريح أنه فهم الدرس جيدا. حامية نظن استرجع الثقة بعد تسجيله لهدفين وغياب ربما أكثر من 3 أشهر. في بعض الأحيان تعاقب لاعب كان رد الفعل، العقوبة اللي عاقبناه كانت عقوبة صارمة، وين حتى ما سمحنالوش حتى تدريب مع فريق الأكابر، كان يدرب مع الفريق الرديف، حتى كان يلعب في المباريات مع الفريق الرديف. بعد ما المدرب استجاب يعني لطلباتنا وقلنا اللاعب عاقبناه ما يبقاش معاقب كل الموسم، لازم يرجع. الحمد لله ورجع وهذا هو الرد، رغم انه راهو في المرتبه الاولى ما نحشموش بهذا الانهزام هذا. ونقول لك انا اليوم كان الرياليزم هو اللي كان، انا نعاود نقول لك الرياليزم كان اكثر فعاليه، باسكو تشوف كرتين دو بالاريتي تسجلوا علينا ما تقدرش. اليوم انت كمدرب هذاك لا كيسيون دي بوزي والما رئيس النادي، انا نعمل اليوم انت علاش المنصب تاعك، علاش انا عندي 6 ماتش ما خسرتش للامانه.